نحن بالنصر منه أجدر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. للسبيل القويم نحن اهتدينا نحن اقتدينا. نحن بالخير والسلام أتينا والكتاب الفرقان بين يدينا. أين جند الشيطان والشر أين؟ نحن جند الحق الذي ليس يقهر. الله أكبر الله أكبر. إنها لخطة شيطانية. قصدك إبليسية يا أحمق. فقد بنيت خطتي على نار الحقد والكراهية التي تملأ قلوب اليهود نحو محمد وأتباعه. وبمجرد ما ستشتعل تلك النار. والآن اذهب اذهب ونفذ ما أمرتك به. سمعا وطاعة سيدي. يا لضياع هيبتنا بسبب محمد، فقد طردنا من المدينة. هذا جزاؤنا، فقد غدرنا به ونقضنا عهدنا معه. أتقول شيئا يا هوذا؟ أنا؟ لا, لا 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 أقول شيئا. سنعود إلى المدينة ونطرد محمدا والمسلمين منها. أراك نمت قليلا يا حيي يا ابن الأخطب، فحلمت حلما جميلا جميعنا يحلم به كل يوم. إنه ليس حلما بل حقيقة. حقيقة؟ عن أي حقيقة تتحدث يا زعيم بني النضير؟ لابد من العودة للمدينة والنيل من محمد وأتباعه. أمتفقون معي في ذلك؟ نعم، ولكن كيف؟ هناك من القبائل من يريد القضاء على محمد، وأكثرهم حرصا على ذلك قريش وحلفاؤها، أليس كذلك؟ نعم صحيح. عدد هذه القبائل ليس بالقليل، وثأرها مع محمد كبير جدا، وباتحادهم معا يمكن القضاء على محمد. وعندئذ نعود للمدينة فتعود زعامتنا وهيبتنا. فكرة ذكية. إذن فلنخرج الآن للقبائل ونجمع العدة لحرب محمد. هيا بنا. آه
قد تعلمتم أسلوب التجارة والبيع، ولتعلموا أن أهم قاعدة فيها هي الأمانة. كيف يا عم زيد؟ الأمانة في التجارة تعني الأمانة في الميزان والأمانة في بيع البضاعة، فقد نهى الله ورسوله عن الغش. نعم، فقد سمعت رسول الله يقول: من غشنا فليس منا. صدق الرسول الكريم، والبشاشة في وجه المشتري شيء مهم بل أساسي، وأجره عظيم من الله. كيف يا عماه؟ أما سمعت رسول الله يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأترك لكم المتجر، تقومان أنتما بإدارته اليوم، فما رأيكما؟ لابد من غزو المدينة، أليس كذلك يا أبا سفيان؟ قبل أن أجيب يا عكرمة، لي سؤال عند سادة اليهود. تفضل بسؤالك يا زعيم قريش. إنكم من أهل الكتاب، فماذا ترون؟ أديننا على حق أم دين محمد؟ وآلهتنا حق أم إلهه؟ ليس هناك شك، فدينكم على حق، وآلهتكم تضر وتنفع وتعطي وتمنع. لا تتخاذلوا معشر قريش عن حرب محمد، وسنمدكم بالسلاح وبعض من المال إذا لازم الأمر. إذن فهي الحرب للقضاء على محمد ودينه هذا. وافقت قبائل غطفان وكنانة وتهامة، وأصبح لدينا جيش عظيم دون أن نعرض أنفسنا لمخاطر الحرب. ولماذا نعرض أنفسنا للمخاطر؟ يكفيهم أننا زودناهم بالمال وبالأسلحة. ومتى المسير؟ بعد غد. ولن تفلت هذه المرة يا محمد. منذ علم رسول الله بتأليب اليهود للقبائل وتجهيز جيش كبير من قريش وحلفائها، وهو يتشاور في الأمر مع أصحابه. هل تعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج لحربهم خارج المدينة أم سيحاربهم داخلها؟ وهل عدد جنودنا يكفي لمواجهة قريش وحلفائها؟ بل هل لدينا العتاد والسلاح اللازم لتلك الحرب؟ وهل... مهلا يا عمرو. معذرة يا عبد الله، فرأسي مليء بالأسئلة الكثيرة التي بلا أجوبة. وها هي الأجوبة قادمة، فقد أتى عم زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنني في عجلة من أمري، ولا بد لي من الذهاب. إلى أين؟ ولماذا تحمل هذا المعول في يدك؟ حسنا، فلقد شاورنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحرب، فعرض عليه بعضنا أن نحارب الأحزاب خارج المدينة كما فعلنا في بدر، بينما رأى آخرون أن نبقى في المدينة وندافع عنها. وعندئذ وقف سلمان الفارسي وأشار ببناء خندق حول المدينة. خندق؟ ماذا تعني؟ الخندق هو حفرة كبيرة واسعة وعميقة جدا، وسوف نكون متحصنين وراءها. إنها فكرة عبقرية. سأذهب لأبدأ عملي مع الرجال في الحفر. لا تقلق يا عماه على المتجر، فسوف نقوم بعملك هنا. أشكركم، السلام عليكم. ما رأيك يا عيني؟ لقد جئت في 6000 مقاتل من قبائل غطفان وحلفائنا، فلا يهمني سوى القضاء على محمد والفوز بتمر خيبر هذا العام كما وعدني حيي. وأنا ما زلت عند وعدي لك. إذن لا مانع عندي من أن تكون القيادة العامة لك يا أبا سفيان. حسنا يا عيينة، إذن فالموت آت آت لمحمد. نعم، وسندخل المدينة وتعود كرامتكم لكم، وتعود زعامتنا لنا، ولنرى يا محمد ماذا ستفعل أمام هذا الحشد.